أرجع مرة تانية إلى خبر طلب الإحاطة اللي قدم ضد وزير الزراعة بشأن إهمال حديقة الحيوان بالجيزة. معايا على التليفون النائبة الأستاذة منى منير عضو مجلس النواب اللي قدمت طلب الإحاطة. مساء الخير يا سيادة النائبة. مساء الخير يا فندم، أهلا أهلا وسهلا. بحضرتك. إيه هي يعني أبرز المشكلات اللي وجدتيها في هذه الحديقة التاريخية والتي دفعتك إلى أنك تقدمي طلب إحاطة لوزير الزراعة؟ طيب، أولا حديقة الحيوان بالجيزة حديقة كانت مصنفة ثالث حديقة على مستوى العالم دوليا، ولكن في 2003 خرجت من التصنيف الدولي نتيجة للإهمال المتزايد فيها. نفوق العديد من الحيوانات نتيجة لسوء التغذية، عدم الرعاية البيطرية، 19 دكتور بس على كل الحديقة غير كافيين بالمرة. عندهم مشكلة كبيرة من 2003، عدم وجود آلية لتدوير القمامة، وبتحول لتلوث بيئي عالي في المنطقة. البحيرات اللي هي كانت مفروض بحيرات فيها بجع وبط وكانت من العلامات المميزة تحولت إلى بحيرات راكدة، إن مفيش وسائل لشفط المية وتغيير المية، وبقت بتعمل عطانة وريحة غير مستحبة بالمرة بدل ما تكون وسيلة جذب. للأسف الشديد العديد نسبة النفوق في الحيوانات والحيوانات النادرة ابتدت تختفي من الحديقة نتيجة للإهمال وعدم يعني وضعها على الخريطة إنها أحد وسائل الترفيه اللي كانت عالمية، مفروض ان احنا كنا نهتم بيها. اذا الحكومه فاشله نبقى نجذب مستثمرين يجوا يديروها ونرجعها تاني للتصنيف العالمي. حديقه الحيوان بالجيزه احد معالم الجيزه الاساسيه والسياحيه ومتنفس طبيعي لمعظم العائلات في مصر من في كل المحافظات. صحيح. مش ممكن توصل سوء الحاله فيها للوضع اللي هي موجوده فيه دلوقتي، زباله، ركود مياه، حيوانات نافقه، اهمال طبي، سوء تغذيه، لدرجه ان في مجموعات من الشباب عملت هاشتاج انقذوا حديقه الحيوان الجيزه، وابتدوا يدعوا الهيئات الدوليه انها تيجي تنقذ الحديقه الاثريه اللي فيها أشجار مميزة ونادرة، فيها حيوانات من كل أنحاء العالم، مساحتها مساحة هائلة، لكن الحقيقة بتعاني من إهمال غير عادي. طب حضرتك بتقولي أو بتقترحي أنه تقوم شركة من شركات القطاع الخاص بإدارة الحديقة، مش كده؟ شايفة أن حضرتك أن هذا الحل يعني إذا لم ممكن يتنفذ؟ إذا الحكومة عجزت عن توفير موارد يعني ميزانية مخصصة وتزود الميزانية ليها ويكون في عمالة مدربة، كمان احنا بنعاني من عمالة غير مدربة بالمرة للتعامل مع الحيوانات، وبيتم يعني تجويع الحيوانات علشان اسفه ان هو يكون نوع من الاستجداء بيها، انه المسؤول الاقفاص ضيقة جدا غير صالحة للحياة وفعلا مؤلمة لحياة الحيوانات. احنا اكيد هنتابع مع حضرتك هذا الملف، واذا كان فيه يعني رد طبعا ممكن تكون تدخل دي على فكرة ده مصدر هائل، المفروض انه يكون يدخل صحيح. دخل عالي جدا صحيح. وجذب سياحي، ومفروض انه يكون الافواج، لان مفيش حديقة في العالم فيها بمساحة حديقة الحيوان الجيزة وفيها التنوع الهائل، تنوع جغرافي كمان لحيوانات من مختلف أنحاء العالم، يعني الحيوانات القطبية والحيوانات المناطق الحارة والاستوائية، يعني عندنا تنوع فريد جدا، ده ممكن يكون على خريطة الجداول السياحية للسياح، كل زي ما بيزوروا الهرم يبقى جزء منها زيارة حديقة الحيوان، الحيوانات النادرة اللي فيها، بيوت الزواحف، الزراف، الافيال، الاسود، يعني عندنا يعني تنوع ثري جدا بيعاني من الهزل ومن سوء التغذيه. نعم. فبالتالي ضعيف جدا يعني. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منى منير عضو مجلس النواب اللي مقدمه طلب احاطه عن الحاله المزريه حسب الدكتوره منى التي عليها حديقه الحيوان، مقدمه طلب احاطه لوزير الزراعه.